باب المحروق، الباب الأكثر رعبا في تاريخ مدينة فاس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. باب محروق أو باب المحروق كان يطلق عليه قديما اسم باب الشريعة، وهو أحد أهم أبواب سور فاس التاريخية وأحد مداخل فاس البالي من الجهة الشمالية الغربية. بناه الخليفة أبو عبد الله محمد الناصر الموحدي سنة 1204 ميلادية، حينما أعاد بناء سور فاس الذي سواه بالأرض قبله الخليفة عبد المؤمن سنة 1145 ميلادية، حين هدم قصبة المرابطين قصبة بوجلود الآن، قائلا مقولته الشهيرة: لسنا في حاجة للحصون، حصوننا هي سيوفنا وعدالتنا. وجعل الناصر بناء الباب ضخما يليق بالمهمة التي أعد لها، وهي تنفيذ العقوبات وإقامة الحدود الشرعية، ولذلك سماه باب الشريعة. ذكر بعض المؤرخين أن هذا الباب كان يخرج منه مؤسسه الخليفة محمد الناصر الموحدي إلى قصبة الشراردة وظهر الخميس، وأطلق عليه الاسم الغالب حاليا وهو باب المحروق، بعد ثورة عبيد الله الفاطمي العبيدي الذي كان قد دعا لنفسه بالإمارة في منطقة وزان، فنفذ فيه حكم الإعدام وسيق إلى فاس وتم قتله وصلب لمدة 15 يوما، ثم علق رأسه على الباب لمدة طويلة كي يشاهدها الناس. شهد هذا الباب أيضا مشاهد مؤلمة وأحداثا جسيمة وتصفيات جسدية فظيعة، طالت عددا من رجال الدولة، وعلقت تحت قوسه عدد من جثث ورؤوس كبار العلماء والقضاة والوزراء، كان من أشهرهم الأديب والعلامة الوزير لسان الدين بن الخطيب، الذي تهم بالزندقة من طرف أعدائه الذين وشوا به عند السلطان المريني الذي أمر بسجنه، ثم خنق بزنزانته ودفن فأخرجه أعداؤه من قبره وأحرقوه قرب هذا الباب، والتي يوجد على مقربة منها ضريحه الآن، وذلك سنة 776 هجرية، 1374 ميلادية. تسببت حادثة إحراق جثث لسان الدين بن الخطيب في باب المحروق في غضب ساكنة مدينة فاس، وبعد هذه الواقعة صار الباب يرمز فعلا لاسمه، وصار سكان المدينة يربطون الباب بحادثة إحراق ابن الخطيب. وكان آخر من أعدم فيها الثائر بوحمارة في عهد السلطان مولاي عبد الحفيظ، وذلك سنة 1909. في الحاضر توجد على مقربة منه المحطة الطرقية لفاس وسيارات الأجرة المنتشرة في جميع الاتجاهات، إضافة إلى طوابير الحافلات التي تسبب التلوث والضوضاء. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في حفظ الله ورعايته.